السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض القهوة بزيت جوز الهند. طبعا جوز الهند بيضاف بطرق مختلفة للقهوة، وفي طرق كتير جدا لجوز الهند مع القهوة. احنا النهاردة جايبين مستخلص زيت جوز الهند وهنعمل القهوة بيه. طيب ايه الفايدة لما بنضيف زيت جوز الهند للقهوة؟ زيت جوز الهند بيساعد بقوة في زيادة التمثيل الغذائي داخل الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الحرق وحرق كمية كبيرة يوميا من السعرات الحرارية. زيت جوز الهند مصنف من الأحماض الدهنية متوسطة طول السلسلة الغذائية، والأحماض الدهنية متوسطة طول السلسلة ثبت إن استخدام من معلقة لمعلقتين يوميا تزيد من استهلاك الطاقة بنسبة 5% من الجسم، مما يعني انه بيحرق 120 سعرة حراري يوميا. ايه هي مكونات مخفوق زيت جوز الهند مع القهوة؟ اولا معلقتين زيت جوز الهند العضوي. جوز الهند الزيت دوت بيجي من عند العطار. ثانيا هنضيف معلقة شاي من القرفة المطحونة. لو احنا عايزينها محلاة القهوة نحليها هنستخدم عسل. طب احنا يعني انا بالنسبة لي مش هستخدم عسل، فهستبعده لان انا مش بحب القهوة اصلا محلاة، وبالنسبة للناس اللي بتحتاج تحرق سعرات حرارية كتير فمش هنستخدم عسل. طيب هنضيف معلقة كبيرة من القهوة، وهنضيف معلقة فانيليا او زيت الفانيليا معلقة صغيرة، واللبن ده انا سخنت اللبن على قد فنجانين اللي انا هستخدمهم، ونبدأ مع بعض نشوف ايه هي طريقة تحضير القهوة بزيت جوز الهند. نبدأ نحضرها مع بعض. طبعا انا اللبن اللي هستخدمه ده لبن خالي الدسم، حطيت قيمة فنجانين. هنستخدم اول حاجة معلقتين صغيرة من زيت جوز الهند، ادي واحد اتنين وهنستخدم من الفانيليا او مستخلص الفانيليا معلقة صغيرة. القرفة المطحونة هنستخدم منها معلقة صغيرة. طبعا زي ما قلنا اللي عايزها محلاه يحط عليها عسل، واللي مش عايز محلاه مش هيستخدم عسل. وهناخد معلقه كبيره من القهوه، وممكن نستخدم بدل القهوه كاكاو. كده المخفوق بتاعنا جاهز كامل. طيب انا هضرب القهوه بمضرب نسكافيه. طب اللي ما عندوش مضرب نسكافيه نحط كل المكونات دي في الخلاط ونضربها. بسم الله. نضربها كويس حوالي 60 ثانية. طبعا ريحة القهوة بزيت جوز الهند جميلة جدا. بالمناسبة أنا كنت مسخن اللبن، وممكن يستخدم بارد. طبعا هي بتزيد لأن بيبقى في رغوة عالية. وبكده نكون خلصنا القهوة بتاعتنا، وده الوش بتاعها. وانا كنت مظبط المقادير على فنجانين، فهنصب. طبعا ريحتها جميلة جدا،
زي ما حضراتكم شايفين الوش، وتقدم سخنة أو باردة. صحة وهنا إن شاء الله، وشكرا لحسن متابعة حضراتكم.